نحن في اليمن الآن نعيش فترة هدنة، ليس من أجل الشعب اليمني، لكن من أجل هذه الميليشيات أن تعيد بناء ما أنحكته الأيام التي سبقت الهدنة، ولكي يعيد تجميع قواه، ولكي يعيد بناء منظومته العسكرية ومنظومته التي تسعى لتدجين الشعب اليمني بأفكار شيعية، بأفكار مستوردة من إيران لإعادة بناء قوامه. من يقول لك أن هذه هدنة حصلت من أجل السلام فهو كاذب، ومن يقول لك أن الأمم المتحدة فرضت هذه الهدنة من أجل أن تعيد أن تعطي هذا الشعب أي حل سلمي فهذا كاذب. نحن نعيش في ظل ميليشيات كاذبة، في ظل ميليشيات إجرامية تمارس كل أنواع الإجرام في حق الشعب اليمني. أخ الكريم، خلال 100 يوم منذ سريان الهدنة حتى اليوم قامت ميليشيات الحوثي بإعداد أكثر من 2 مليون طفل يمني وغسل أدمغتهم حسب تصريحاتهم هم. كذلك قامت ببناء المعسكرات وتدريب حتى النساء على استعمال السلاح وإنشاء جبهات لمقاومة المادة الشعبية اليمنية لتخليصنا من هذا المشهد. نحن في اليمن نعاني الأمرين، نعاني كذب الأمم المتحدة ونعاني إجرام هذه الميليشيات، والسكوت عن هذا الشيء أمر يسعى. يعني كل ما طالت أمدها هذه الميليشيات في اليمن واستمرارها كل يوم إضافي، هي تعيد لنا الدم والإجرام واستمرار القتال. هذه الميليشيات لا تعرف سلام، لا تعرف إلا معنى البنادق، ولا تعرف إلا القوة. إذا كسرتها انصاعت لك، وإذا استمريت معها بالاتفاقيات فهي ستخوض معك 1000 معركة. نعم. نحن في اليمن الآن نعاني الكثير والكثير، لذلك نحن كشعب يمني، وأنا أتحدث كمواطن الآن، نعم، نعاني الأمرين، ونعاني الظلم والفساد، فساد من الطرفين يعني. نعم. يعني الآن نقول أن الميليشيات الحوثية الآن فقط هي التي تعبث البلاد، لدينا فساد من الطرفين. لابد أن تخلص هذه البلاد وأن يعيد تركيبة منظومة كاملة لاستعادة البلد من هذه الميليشيات.